مساء الخير وحياكم الله في حلقة بداية الأسبوع من الراصد العديد من الموضوعات المهمة في حلقة اليوم. بعض الموضوعات تضايق وبعضها تفرح، لكن دائما وأبدا نذكركم تتواصلون عبر حسابنا الرسمي في تويتر راصد أو عبر رقم الواتساب الظاهر أمامكم الآن. اهتماماتكم، همومكم، مشكلاتكم، كلها المكان المناسب لها الراصد. بداية الحلقة نروح للعناوين. أمطار على منطقة مكة المكرمة والدفاع المدني يحذر. قطار الرياض الدمام سكة طويلة والشكاوي كثر. أيضا تشاهدون في حلقة اليوم من الراصد: الصحة تحصد 7 جوائز عالمية لحملاتها التوعوية خلال العامين الماضيين. وطريق المضايا طريق الموت يعود لحصد الأرواح. جاكم الإعصار ماشيين يعيقك، منتخبنا اليوم وخر عن طريقك. جاكم الإعصار ماشيين يعيقك، منتخبنا اليوم وخر عن طريقك. شباب الأخضر أسياد آسيا، وبأعلى صوت نقول فوق رفرف يا علم واعتلي فوق القمم. تشهد محافظة جدة هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالزوابع الرعدية امتلأت بسببها بعض الشوارع بالمياه، وتوقفت الحركة في العديد منها انتظارا لتصريف المياه أو سحبها من صهاريج الأمانة. من جهته دعا المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة العميد السعيد سرحان المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر والابتعاد عن التيارات الكهربائية وأعمال الصيانة على الأسطح والتجمعات المائية، متمنيا للجميع السلامة. وعشان نعرف المزيد عن الأجواء في جدة بعد هالمتغيرات وهذه الأمطار، ينضم إلينا مراسل الإخبارية من جدة الزميل وليد المالكي. وليد مساء الخير. مساء الخير عبد الإله، ومساء مليء بالخير والمحبة والأنسام الجميلة من عروس البحر الأحمر جدا. بالطبع وليد، كيف الجو عندك الآن؟ الحمد لله. طبعا أي منطقة بعد هطول كميات كبيرة من الأمطار زي ما شفنا في الأسبوع الماضي في جدة، وخصوصا أمس يوم السبت شهدت جدة أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة إلى خفيفة من منطقة لأخرى. طبعا مدينة جدة منطقة واسعة اختلفت فيها نسبة هطول الأمطار من منطقة إلى أخرى. الآن الأجواء جميلة، ما في أي مشكلة في المناطق، في الكباري انسيابية الحركة مستمرة. جدة جميلة ومع هذه الأمطار ازدادت جمالا. ممتاز، تغير الجو الآن مع هذه الأمطار، بدأت درجات الحرارة أيضا بالنزول في جدة. جدة غالبا وأكثر أوقات السنة إذا نزلت أو إذا انخفضت درجة الحرارة ممكن توصل لأدنى الثلاثينات. في اليومين اللي راحت ما شاء الله تبارك الله نزلت إلى أدنى العشرينات، إلى 22-23 درجة. فالأجواء جميلة في جدة، خصوصا على كورنيش جدة الممتد طبعا والممتلئ بالجمال وبالناس في هذه الفترة. طبعا جدة الجميلة. خليني أسألك عن استعدادات الجهات، كيف شفت تعاملها مع الأمطار اللي كانت أحياناً غزيرة خلال هذا اليوم؟ صار مشكلات؟ جميل جداً. العديد من الجهات طبعاً بالتنسيق مشترك مع أمارة منطقة مكة المكرمة كونت لجان ووقفت على هذه الكميات الكبيرة من الأمطار التي هطلت على مدينة جدة، ولله الحمد كانوا على أهبة الاستعداد، عملوا ضمن خطة ممنهجة ومدروسة مسبقا. لم تواجه جدة أي مشكلة ولله الحمد، فيما عدا مواقع قليلة ممكن
إذا بنتكلم بشفافية أكثر، في ممكن 3 من الكباري زاد فيها منسوب المياه شوية فأغلقت لما يقارب الساعة تقريبا، والأوضاع في جدة طبيعية، انسيابية الحركة مستمرة، الأجواء في جدة جميلة، الأمطار أنعشت الناس وأعطتهم نفسية جميلة وأريحية أكثر والله الحمد. أكيد هذا الجانب المهم، يعني الآن بإمكان أهالي جدة أنهم يطلعون ويتمشون، أبرز الأماكن اللي تتوقع تنشط مع هطول الأمطار في جدة يكون الناس يقصدونها بشكل أكبر للاستمتاع طبعا بهالمتغيرات. طبعا إذا عدينا أيام الأمطار، اليوم هو اليوم الثامن. نعم. ما شاء الله تبارك الله، من قبل ما يبدأ هطول الأمطار كان في غيوم جميلة على مدينة جدة، الكورنيش من ساعات الصباح الأولى إلى ساعات متأخرة من الليل تجد الكورنيش تقريبا ممتلئ بالمواطنين والمقيمين وأعداد كبيرة من الزائرين، أعداد كبيرة في الإجازة الأسبوعية وصلوا إلى جدة من خارج مدينة جدة من المحافظات والمناطق القريبة للاستمتاع بالشاطئ الجميل، كورنيش جدة الجميل مع هذه الأجواء الجميلة ونسائم المطر وزخات المطر المحببة طبعا للشعب السعودي ولسكان هذه المنطقة عموما. جيد، يعني احنا برضو في الرياض عندنا متغير والجو جميل، ولا كان جينا زرنا جدة، لكن الآن في تنافسية كافة مناطق المملكة طبعا مع هطول الأمطار، تغير درجات الحرارة طبعا إقبالا على فصل الشتاء، بكل تأكيد أنه يفرحنا نقلك للواقع، وأنه هالسنة تم تجاوز الكثير من المشكلات طبعا اللي دائما تصطحب بمثل هذه المتغيرات من خلال الخطط الموضوعة من الجهات المعنية. بالنسبة للناس أيضا استشعروا هذا التغير يعني في التعامل مع الأمطار، أتكلم من الجهات المسؤولة. جميل جدا عبد الإله، عبد الإله مر على جدة أكثر من كارثة بسبب هطول الأمطار، أمارت منطقة مكة المكرمة مع كثير من الجهات المعنية والمختصة بدأت على خطط طويلة المدى وخطط قصيرة المدى، إنشاء سدود تصد السيول القادمة من المناطق المحيطة بجدة من جهة الطائف وجهة مكة ومن بعض المناطق من الأودية، في عدد كبير لتصاريف أو مجاري السيول التي تنقل كميات كبيرة من داخل المدينة ومن أطراف المدينة، خطط كبيرة عمل عليها لسنوات طويلة، الآن الحمد لله لم تعد هذه جدة التي كانت تعاني قديما. نعم. أو أن جدة هذه لم تكن تلك، الحمد لله الآن مع كمية الأمطار الكبيرة اللي هطلت هذا الأسبوع اللهم لك الحمد، الآن انسيابية الحركة كما تشوف جميلة جدا، والناس في أريحية واستمتاع على البحر والكورنيش والمنتزهات المختلفة في جدة. جيد، أبرز التوقعات طبعا على المتغيرات الجوية لجدة خلال الأيام القادمة. اليوم كان في توقع لهطول كميات من الأمطار ما بين الساعة 1 ظهرا والساعة 4، الحمد لله بكل أسف لم نشاهد أمطار هطلت هذا اليوم في هذه الساعات من 1 إلى 4، ولكن نحن في ترقب وفي انتظار والخير قادم بإذن الله إن شاء الله. وجدة مستعدة لأي كمية مطر سواء قلت أو زادت بإذن الله. الله يجيب الخير في جدة وأيضا بقية مناطق المملكة. وليد احنا نتركك تستمتع بهالاجواء، اكيد الكورنيش الان غير مع انخفاض درجات الحراره وايضا مع طبعا هذه المتغيرات الجويه، عندك كلمه اخيره وليد؟ قبل تفضل. جميل جدا، بما انه انت بدات في بدايه الحلقه بذكر الفوز الجميل لمنتخبنا اليوم، ابارك للاخضر تحت 19 سنه وأبارك لوزارة الصحة هذا الإنجاز الجميل بهذه الجوائز الكبيرة، وشكرا لك عبد الإله. شكرا وليد، يعطيك العافية. أتعلمين أي حزن يبعث المطر، وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياع، كأن طفلا
الآفاق منذ عام فلم يجدها. ثم حين لج في السؤال قالوا له بعد غد تعود. شبكة الحديد التي تربط الدمام بالرياض مرورا بالأحساء تعتبر من أقدم الخطوط ليس في السعودية فقط بل في المنطقة، حيث بدأت فكرة إنشاء سكة الحديد في منتصف الستينيات الهجرية عندما برزت الحاجة إلى إنشاء ميناء تجاري على سواحل الخليج العربي لنقل البضائع المستوردة، لكن للأسف ما زالت الخدمات تحبو وكأنها بمعزل عن الخطوط الأخرى، فالخدمات متدنية كما أن السرعة لا تتجاوز في أقصى حدودها 140 كيلو مترا في الساعة مقارنة بعالم القطارات الحديثة. فأهمية المنطقة الشرقية وربطها بالعاصمة الرياض تتطلب وجود خط حديدي سريع ومجهز لمواكبة التطور الكبير الذي تنتظره السعودية. وعشان نتكلم عن هذا القطار الذي يربط بين الرياض وأيضا المنطقة الشرقية ما يحدث فيه وأيضا أهمية تطويره، ينضم إلينا في الاستوديو الصحفي الأستاذ عبد الرحمن المرشد. مساء الخير وحياك الله في الراصد. يا هلا والله سعد لله. كيف شايف هالقطار؟ يعني هل هناك حركة في تطويره؟ هل يجب أيضا تطويره كشف الخدمات الأسعار مقارنة طبعا بالتطور اللي تشهد المملكة العربية السعودية في مجال طبعا النقل بالقطارات؟ يا سلام عليك. نعم، أولا طبعا مثلا قبل ما نتكلم عن خط الرياض الدمام، نعم، بنتكلم عن شبكة الخطوط الحديدية في المملكة. طبعا في الفترة الأخيرة ما شاء الله صار في تطور كبير، والآن مثلا اللي هي طبعا عن طريق سار مثلا لو تكلمنا عن خط الشمال يعني الرياض اللي يربط الرياض مرورا بالمجمعة بالقصيم بحايل بالجوف، هذا طبعا خط سريع وخط حديث وحتى سرعته الآن يمكن تصل إلى 200 كيلو متر في الساعة، وطبعا هذا يعتبر شيء جيد نظرا طبعا حسب أنا ما قريت أنه هو طبعا الخطوط لو نظرنا الخطوط على مستوى العالم في خطوط سرعات أضعاف الرقم. نعم. هذا، لكن طبعا نوعية التربة أحيانا والحرارة هذه اللي تخلي أنه السرعة تكون في هذا الحدود أو أزود قليلا يعني. طبعا احنا الان اخذنا مثلا هذا الخط، لو اخذنا ايضا ما حدث مؤخرا من تطور مهم وكبير اللي هو افتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه اللي هو قطار الحرمين الشريفين. نعم. هذا القطار اللي سرعته تتجاوز 300 كيلو متر، وطبعا هذا القطار يصب حقيقه في او امتداد لخدمه المملكه العربيه السعوديه للحجاج والمعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام. طبعا احنا الان لو تحدثنا، انا بعقب على كلامك سعد لله، انت لو ذكرت في البداية أنه الخط هذا يعتبر من أقدم الخطوط في المنطقة. نعم. الآن عمره تقريبا يصل إلى 70 سنة، ومع ذلك يعني خلينا نتكلم بكل صراحة مكانك سر. يعني ما في أي تطور. أنا استخدمت على فكرة أنا استخدمت القطار هذا كثير يعني. كيف تجربتك كمسافر عليه؟ تجربتي كمسافر يعني أنا ما أعتبرها حقيقة في أي تطور. أولا لو تحدثنا مثلا عن الخدمات الموجودة. نعم. مثلا بتكلم عن المطعم. المطعم أستاذ عبد الله يعني ما هو مطعم، يعني انا اعتبره يعني اقرب لل يعني شو اقول لك المطعم يعني مش مطعم يعني بوفيه شعبي يعني هو بوفيه شعبي. ايه. صحيح والله. ايه. يعني انا دخلت فيه واستخدمته ما في شيء يعني من ناحية يعني ايش الموجودات من الطعام؟ اولا ما في مكان. تجي تلقى طاولة يعني بسيطة، وبعدين تجي لما تسأل وش عندكم يجيوا لكم عندهم نوعين أو ثلاث أنواع من جبن أو ما أدري إيش. أيضا الشاي هذا إذا بغوا يعني يريحونك جابوا لك عربة ما فيها إلا شاي وما أدري إيش يعني. ما خدمات يعني قديمة يعني خدمات كأنك تتخيل خدمات قبل 50 أو 40 سنة. يا سلام عليك. نعم، وذكرك حقيقة ب زي ما قلت لك الأماكن البدائية ما تتوافق مع قوة وانتشار الخطوط الحديدية في المملكة. أيضا الخدمات المقدمة مثلا أنت كمثلا راكب درجة أولى يفترض أنك لما بتجي بتدفع مبالغ بتركب درجة أولى ما في أي خدمات. نفس العربات يعني ما فيها أي تجهيز يعني حقيقة يستحق أنه أنت فعلا تدفع هذا المبلغ الكبير مثلا من الرياض للدمامة والعكس. يعني هي تقريبا سعرها حدود 250 ريال ذهابا وإيابا، ما في أي خدمات يعني خدمات مقارنة بالسعر
متدينة متدنية. نعم أيضا العربات الأخرى أيضا ما فيها أي شيء. يعني أنا اللي أتمنى أيضا مثلا أنت بكرامة يعني دورات المياه المياه يعني سيئة، ما في دورات مياه كافية. والسرعة أيضا نتحدث عن أقصى سرعة 140، أقصى سرعة 140 120، هذا 140 ترى يعني هذا إذا شد حيله يعني يعني مشابه في المدة. وأيضا الخدمات يمكن السفر بالسيارة أريح. طبعا هو السفر بالسيارة طبعا تصل أسرع يعني خلني أتكلم معك، لأنك أنت لو حسبت فترة انتقالك وفترة الانتظار ثم فترة الانطلاق هو يأخذ تقريبا أربع ساعات أصلا، أنت تأخذ 3.5 ساعات بالسرعة العادية. نعم. لحدود 120 كيلو بالسيارة. يعني خلني أقول القطار يعني مقارنة بالمواصفات أو الخدمة المفروض تقدمها القطارات من ناحية الجودة وأيضا من ناحية السرعة ما يتواكب معها. لا 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 لا، بعدين أضف إلى هذه النقطة مهمة سعد الله، أنت الآن لما تتكلم مثلا عن أنه والله المنطقتين اللي المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى اللي هي العاصمة الرياض. نعم. هذه تعتبر الآن مع رؤية المملكة 2030 تعتبر هاتين المنطقتين من أهم المناطق من الناحية السياحية. يعني الآن بيجيك الآن مع الانفتاح اللي يعني صاير الآن وازدياد حقيقة عدد الزوار المملكة وأيضا عدد المسافرين والمتنقلين يفترض، واستهداف السياحة كبيرة لأن القطار من عوامل الجذب للسياحة. طبعا طبعا أنا يعني إحنا كلنا سافرنا كثير وعرفنا أنه لما يكون في عندك شبكة نقل مهمة وبالذات أنا أتكلم عن القطارات. نعم. كل هذه تعتبر من الأشياء المعززة للسياحة. فلذلك أنا أعتقد أنه يفترض أنه خط الدمام الرياض يفترض أنه يكون حقيقة يزداد يعني أهمية، تزداد يعني يزداد أهمية من ناحية السرعة، زيادة السرعة. نعم. يعني يفترض أن السرعة ما تقل عن 100 يعني يفترض أن السرعة عشان أنتقل من الرياض إلى الدمام أنه لا تتجاوز بأي حال من الحوالي 2.5 ساعة. إحنا الآن نتكلم عن 3.5 ساعة إلى 4 ساعات. 4 ساعات تقريبا. هذه نقطة. النقطة الثانية أيضا الخدمات الموجودة، يجب أن يكون في عربة أو عربتين على الأقل مخصصة كمطعم. مش يعني طاولة بسيطة عليها 2 كرسيين أو 3 كراسي ولا أنت قادر يعني ولا يعني باعتقادك أنه يحتاج إلى التجديد. يعني إحنا نتحدث يعني أنا بسألك كإعلامي وأيضا متابع وأيضا صاحب تجربة. صح. هو يحتاج إلى التجديد ولا لا يحتاج طبعا الإصلاح والتجديد ولا يحتاج لا أنه خلينا نقول قطارات حديثة أنه والله المشروع يعاد غربلته من البداية وأن يكون متواكب أيضا مع ما وصل إليه العالم. أنا أعتقد يتعلق بالقطارات. لا شوف، إذا أنت بتتكلم عن ما وصل إليه العالم يعني مثلا بتحدث عن اليابان بتحدث عن الصين السرعة وصلت إلى 550 كيلومتر. لا لا خلينا نتحدث زي المشاريع الأخيرة. لكن خلينا نتكلم عن المنطقة. قطار الحرمين عن المنطقة. نعم. يا سلام عليك، إحنا حنسوي له مقارنة بقطار الحرمين. نعم. قطار الحرمين الآن هو عندنا هنا الآن. أيضا قطار الشمال، كل هذه قطارات صراحة يعني قطارات حديثة، قطارات مهمة، قطارات وهي الأفضل جودة حتى الأفضل خدمات. نعم. نعم. الآن أنا اللي أتمنى، هم قالوا قبل فترة أنه تم إدخال عربات يبدو لي حديثة. العربات الحديثة هذه أنا اللي أتمنى. نعم. يعني إحنا كلنا نتكلم أنه يفترض أنه مثلا أنت لما تدخل عربات حديثة وش معناتها؟ معناتها. نعم. أن السرعة بتزداد، هذه نقطة. النقطة الثانية الخدمات، الخدمات مثلا بتكلم عن المطعم. أنا يعني أنا أتكلم بصراحة، أنا لما بجلس 4 ساعات تبدو أستاذ عبد الرحمن كانت معاناتك تحديدا مع المطعم. لا, لا 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 أنا أقول لك. نعم. يعني هذه من وسائل الجذب طبعا طبعا طبعا. لا أنا ماني جاي جوعان باكر. لكن أنا أتكلم أنه مثلا يصير في عربات مثلا. نعم. خاصة لها الخدمة طبعا. أيضا أنا أتكلم عن جودة الخدمات المقدمة مثلا راكب الدرجة الأولى. راكب الدرجة الأولى أنا مثلا يفترض أنه مثلا المقاعد المتوفرة تكون مقاعد جدا رائعة. هي المقاعد المتوفرة مقاعد عادية يعني ما أشوف فيها أي ميزة، يعني ما في أي ميزة تتواكب مع أني أنا والله جاي أدفع مثلا حتى بالنسبة للخدمات أنه والله يكون هناك فارق بين كما ذكرت طبعا الفئات الاعلى بالفئات الاقل. يعني انا مثلا بتكلم عن الخطوط السعوديه، الخطوط السعوديه. نعم. في واي فاي وانت في الجو في واي فاي. هناك ما في واي فاي، يعني ما لو تسال عن اي خدمه ما في اي خدمه. يفترض انه تامين مثلا الواي فاي مثلا كمثلا لو تكلم مثلا كراكب مثلا راكب قطار مثلا او اذا كانوا بيقصرون على الدرجه الاولى الخدمه هذه يفترض انها تكون موجوده، ما هي موجوده. يعني كثير من الخدمات يعني نعتبرها اقل من المستوى المأمول او اقل من الخدمات اللي حقيقه موجوده في قطار تخرج داخل المملكة العربية. ماذا على خلينا نتكلم على الجهة المسؤولة وزارة النقل يعني فيما يختص بهذا القطار؟ هي المسؤولة مش وزارة النقل، هي اللي هي المؤسسة العامة للخطوط الحديدية. هي المسؤولة حقيقة اللي صار. هي المسؤولة عن هذا الموضوع. أنا أتمنى أن تنظر لهذا الموضوع باهتمام. لا. وأيضا تجديد العربات، زيادة السرعة، زيادة الخدمات، جميع أنواع الخدمات. احنا نتكلم عن خدمات كثيرة، يجب مثلا خدمات الواي فاي، خدمات أنتم كرام دورة المياه، خدمات المطاعم، جميع أنواع الخدمات. برأيك إيش رأيك القطاع الخاص في مثل هذه الخدمات أيضا؟ يعني لما نتحدث عن القطار عدد كبير من المسافرين أيضا مثل ما ذكرت سواء
الجودة من ناحية المطاعم والخدمات المقدمة أو الرفاهية حتى بالنسبة للمسافرين، نعم. أن يكون هناك شراكة أيضا ما بين. يا سلام عليك، نعم. بالعكس، هذه هي الآن، أنا أعتقد أن هذه هي ما دائما تتحدث عن رؤية المملكة، يعني القطاع الخاص لابد أن يكون له شراكة كبيرة في هذا الموضوع. بالعكس، أنا ما يمنع أنه والله أجي أدخل القطاع الخاص في مقابل مثلا اتفاقية معينة. أنا متأكد أن القطاع الخاص بيحقق أرباح مهولة، نعم. وخاصة أن الخطوط الحديدية الآن عليها إقبال كبير، والمملكة الآن ما شاء الله تشهد يعني نقلة كبيرة في عدد الزوار، عدد زوار المملكة، وأيضا عدد أو معنى صح افتتاح اللي هي تأشيرة الحج والعمرة. الآن تأشيرة الحج والعمرة زادت عدد زوار المملكة، وأصبح التنقل الآن خلال 3 شهور أو خلال 2 شهر متاح. يعني أنت من خلال التأشيرة هذه تستطيع أن تتنقل في جميع مناطق المملكة، وهذا على فكرة يا أستاذ عبد الله بيساعد على زيادة عدد السياح، وبيساعد أيضا على يعني أنه والله بيكون فيه نقلة مهمة في يعني في الزيارة، نقلة مهمة في السياحة داخل المملكة العربية. يعني الآن إحنا الأهداف اللي نوجهها أيضا للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية سار، أنه أولا هناك أهداف اجتماعية من طرح مثل هذه المواضيع، خصوصا يتعلق الخدمات المقدمة للمواطنين أو المقيمين، أهداف أيضا سياحية، إحنا بيئة مقبلة على طبعا تنشيط كافة البيئات السياحية. طبعا الأهداف من ضمنها طبعا بكل تأكيد محطات التنقل، ومنها طبعا القطارات. الأهداف السياحية ماذا تعني؟ تعني أهداف اقتصادية المملكة. ماذا تعني؟ تعني والله تشغيل، زيادة عدد تشغيل المواطنين والمواطنات، تقليص البطالة، كل هذه الأمور هذه يعني بيكون لها تأثير كبير إذا صار حقيقة فيه اهتمام أكبر وصار فيه تفعيل أكبر لهذا الخدمة. نتمنى أن يصل الصوت لسار، ويكون هناك أيضا تفاعل وأيضا تجديد وتحسينات، أنه في النهاية كما ذكرنا تختلف الأهداف، في النهاية هي مصلحة المملكة العربية السعودية. الصحفي عبد الرحمن المرشد، شكرا لحضورك، وأيضا شكرا لآرائك. يعطيك العافية. تسلم، يعطيك العافية. أنت بقية الزملاء. الله. استمرارا لمسلسل الحوادث والوفيات، تعرض عدد من طلاب المدارس لحادث أليم على طريق المضايا، طبعا الطريق الذي سمي بطريق الموت. نتج عن هذه الحادثة طبعا إصابة 4 أشخاص، تم نقل 4 إلى المستشفى وجميعهم في حالة حرجة. ينضم إلينا هاتفيا من أبها أحد طبعا أقارب المصابين، وهو الإعلامي الأستاذ إسماعيل حكمي. حياك الله أستاذ إسماعيل. الله يحييك أخوي عبد الإله، سعيد جدا بتواجدي معك. يعني كنت ضيفنا وتتحدث عن هذا الطريق، ما تم فيه بعد فاجعة العام الماضي، وتحدثنا أيضا فتحنا الملف قبل 2 أسبوع في الراصد. اليوم أنت تتحدث وأنت قريب لأحد المصابين، تفاصيل الحادثة وحالة أيضا المصابين بداية. أستاذ الكريم، للأسف للمرة التي لم يعد الأهالي يحصي لها تتكرر الفواجع على هذه الطريق دون أي استجابة من أي مسؤول أو أي تعاون أو أي وقوف من أي مسؤول على هذا الطريق ومعاناة الأهالي فيه. قبل 2 أسبوع كنا نتحدث عن هذا الطريق ومعاناة الأهالي فيه، وكنا نتحدث وكان البعض يظن أنه من وحي الخيال أن الفواجع تتكرر بشكل أسبوعي أو بشكل كل 2، ونحن اليوم في حادث وفاجعة أليمة حدثت لطلاب أثناء خروجهم من مدرسة ثانوية على جوانب هذا الطريق. تعرضوا إلى حادث مروري اصطدام وجه بوجه. طبعا الحادث صار بسبب ضيق الطريق، يعني كما ذكرنا سابقا الطريق يعني لك تخيل جميع المسارين طولها تقريبا 9 متر و20 سنتي. كذلك حالتهم جدا حرجة الأربعة تقريبا، 2 تعرضوا إلى نزيف داخلي وما زالت وضعهم جدا حرج وحالتهم لم تستقر إلى الآن. كذلك 2 من الطلاب تعرضوا إلى كسور متعددة بالجسم. طبعا هذا الطريق طيب. الله يشفيهم يا إسماعيل، يعني وبإذن الله
أنه نسمع خبر شفائهم يعني، لكن هالحالات وهالمصابين يعني، إحنا تحدثنا إذا تذكر قبل أسبوعين إسماعيل تحدثنا عن أصوات الأهالي، أصوات الإمارة أيضا لوزارة النقل في حل هذه الإشكالية، أيضا صوتنا الإعلامي هنا سواء في الراصد أو بقية القنوات والصحف، مع أننا إحنا في الراصد طرقنا لهالموضوع كثير، أيضا صوت الموت يعني ما كان هناك استجابة له لما نتحدثنا عن الفاجعة، وكنا نعتقد أنه بيكون هناك تحسين وتطوير لهذا الطريق اللي أمانة مرعب. يعني إحنا الآن ممكن نستعرض صور الحادثة، والطريق اللي أنت ذكرته تقريبا ما يجي عرضه 10 أمتار وله مجهز حتى طبعا للاستخدام بالنسبة للسيارات، اللي يشوف الطريق ويشوف أنه لا فيه لا طبعا موجود لا سياج يحمي ولا حتى هناك تخطيط جيد. طبعا هذه صور الحادثة اللي كما ذكرت كانت اصطدام وجها لوجه لضيق الطريق، وأحيانا بعض التجاوزات من السائقين، وأيضا اكتظاظ الطريق بالمارة. الصوت متى يسمع يا إسماعيل باعتقادك؟ للأسف لا يوجد تجاوب، أي تجاوب أبدا من المسؤولين في وزارة النقل أو في فرع إدارة الطرق في جازان. الحوادث تتكرر والمأساة تتكرر، والدماء ما زالت تسيل على هذا الطريق، ومعاناة الأهالي مستمرة منذ أكثر من 20 عام، تتكرر المطالبات بشكل مستمر. الطريق يفتقد لكل وسائل السلامة، لك أن تتخيل الطريق 9 متر و20 سنتي تقريبا، لا يوجد فيه مسار للخدمات، كذلك لا توجد فيه لوحات تحريرية، بالليل مرعب بدرجة كبيرة، بالنهار في أوقات الذروة في خروج الموظفين أو في خروج الطلاب، يعني لك أن تتخيل يعني في وقت واحد ممكن تسير على هذا الطريق الذي يعني يقل طوله عن 15 كيلومتر ما يزيد عن 400 سيارة، لك تتخيل حجم المهول. التجربة في هذا الطريق جدا مرعبة، سواء بالقيادة بالليل أو بالنهار جدا مرعبة، المأساة جدا عظيمة. إضافة يعني إلى ضعف الخدمات بالنسبة للطريق، يعني وصول الأجهزة المعنية أيضا بالنسبة للحادثة كان فيها إشكاليات في تأخر. نعم، أنا أتحدث لك عن الحادث اللي حدث اليوم، يعني وصول فرق الهلال الأحمر كان تقريبا بعد نصف ساعة من الحادث، بالرغم أنه في أحد المصابين يعني توقف نبضه، وكذلك كانت إصابته بكدمة قوية بالرأس، لكن يعني بمشيئة الله سبحانه وتعالى وبتواجد أحد المتواجدين من الأهالي الذين حضروا الحادث، كان يعني عنده ثقافة إسعافات أولية مبدئية، قام بعملية إنعاش وإعادة يعني روح هذا الشخص. يعني كذلك يعني أنا أتكلم لك تقريبا المركز يبعد لا يتواجد فيه مركز دفاع مدني، كذلك أقرب مركز دفاع مدني له تقريبا يبتعد ما يقارب 40 كيلومتر، لك أن تتخيل 40 كيلومتر عن هذا الطريق المأساوي الذي يعني تقريبا من سنوات طويلة عمر هذا الطريق 40 سنة، يعني بشكل يعني لا نبالغ فيه، أسبوعيا أو كل أسبوعين أو كل شهر مأساة تتكرر، منها ما يتطرق لها الإعلام ومنها ما لا يذكر في الإعلام. يعني أتحدث لك يعني تقريبا في مركز الدفاع المدني الذي كان المفروض إنشاؤه من العام الماضي ما زال متعثر في حجج واهية، بحجة مبنى أو بحجة عدم توفر يعني كادر لهذا المركز. كذلك يعني لا توجد يعني أقرب وحدة طوارئ للإسعافات عن هذا الطريق، كذلك تبعد تقريبا 40 كيلومتر، فالمأساة جدا عظيمة على هذا الطريق. والمأساة الأخرى كذلك يعني بعض القرى لا يتواجد فيها مدارس، فيضطر أهليها لدراسة في قرى مجاورة، فذلك يسبب كثافة سيارات، ويعني في ظل ضعف وعدم تواجد للنقل المدرسي كذلك. يعني عادة فوقات الذروة يكون مزدحم الطريق على ضيقة؟ نعم، يعني لك أن تتخيل في أوقات الذروة خروج موظفين، خروج الطلاب، تتواجد تقريبا شركتين على هذا الطريق، الطريق دولي يتجه إلى منتدى اليمن، كذلك بنفس الطريق يعمل الآن على إسكان بأكثر من 400 وحدة سكنية، والمعدات مستمرة ليل نهار، يعني لك أن تتخيل حجم الشاحنات الذي تمر على هذا الطريق بالرغم من ضيقه، يعني هذه مأساة، يعني مأساة جدا عظيمة للأهالي. طيب يعني هذه تكفي، يعني كنت قبل أسبوعين ضيفنا تتحدث عن مشكلة هذا الطريق، المخاطر. إذا تسمح لي بس رسالة، إذا تسمح لي. تفضل. أنا أوجه رسالة لسيدي صاحب سمو الملك أمير منطقة جازان، وسمو سيدي نائب الأمير المنطقة، وكذلك إلى معالي وزير النقل، وضرورة الوقوف على هذا الطريق بشكل عادل. يعني
دماء الأهالي تسير بشكل مستمر، لا يوجد يعني فرع وزارة النقل في جازان لا يتجاوب أبدا مع هذا الطريق، لا يتجاوب مع شكوى الأهالي، تحدثنا كثيرا وعدة مرات كذلك، نفس العذر يتكرر كل سنة أن الطريق ضمن الخطة، خطتهم ما نعلم كم هذه طبعا احنا بنستمع، هم ما يعلمون حتى كم عمر خطتهم كذلك، الطريق يحتاج بشكل عادي نعم. إلى ازدواج إلى كذلك مشروع للإنارة إلى كذلك حل وصارم وقوي جدا كذلك مع مالكي الحيوانات السائبة على هذا الطريق. طيب اسماعيل ان شاء الله يوصل الهالي جدا مستمر كذلك ان شاء الله نرفع المناسبة نعم. إلى سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بالنظر في معاناة هؤلاء الأهالي كذلك. بالتأكيد طبعا بكل تأكيد، يعني وزارة مدعومة والدولة ما قصرت، لكن نبغى الجهد من الوزارة. يعني احنا نتحدث عن فعلا يعني اسماعيل كنت ضيفنا وكنت تنقل صوت اهالي المنطقه، الان تقريب لهؤلاء المصابين يا وزاره طبعا النقل، يعني بكل تاكيد هناك بعض الطرق يجب ان تعطى الاولويه، خصوصا الطرق ذات الخطوره العاليه، الطرق اللي تكررت فيها الاشكاليات، بكل تاكيد هذه يجب ان يبدا فيها ويجب ان يعمل عليها حتى لو كانت هناك خطط، لانه دائما وابدا اذا تحدثنا مع الوزاره عن طريق معين يقولون ضمن الخطه، طيب متى حتكون هذه الخطه؟ متى سينتهي طبعا العمل على الطريق؟ لماذا لا يوقف ايضا هذا الطريق او يكون هناك خطط للطوارئ او تنظيمات حتى يتم طبعا تحسينه بكل تاكيد لان يكون الطريق يتوافق مع اجراءات السلامه بالنسبه لسالكيه. احنا يمكن لو في صور ايضا لطريق مضايا واستعرضناها في حديثنا الاول عنه، امانه طريق مرعب القياده فيه، انا اقول لك تجربه مرعبه واحنا نشوفها على الفيديو او من خلال الصور، اجل كيف لو جربنا القياده فيه في وقت ذروه سواء في النهار او الليل المظلم داخل هذا الطريق. الراصد فتح هذا الموضوع يعني بشكل كبير، وايضا بنستمر في متابعته حتى باذن الله تحل الاشكاليه في هذا الطريق الذي اصبح يطلق عليه طريق الموت، وهذه هي الاشكاليه الكبيره. بالتأكيد يهدف نظام الجرائم المعلوماتية الذي اعتمد بقرار من مجلس الوزراء في العام 1428 إلى الحد من الجرائم الإلكترونية والمساعدة في تحقيق الأمن المعلوماتي وحماية المصلحة العامة وحماية الاقتصاد الوطني. خلونا نشوف هذا الكليب ونرجع نتناقش في هذا الموضوع. وللحديث بشكل أوسع عن هذا النظام لأنه يجب الإسهاب فيه بكل تأكيد في ظل طبعا الاستخدام الكبير لوسائل التقنية داخل المملكة العربية السعودية، ينضم إلينا من استوديوهاتنا في جدة المستشار والمحامي طبعا المحامي والمستشار القانوني إيهاب أبو ضريفة. حياك الله أستاذ إيهاب. يا هلا وسهلا أخوي عبد الله، حياك الله، مساك الله بالخير ومسا الله جميع مشاهدينا بالخير. مساء النور. يعني لو تحدثنا عن هذا النظام وكان له تقسيمات طبعا ما بين المخالفات وأيضا العقوبات، كيف يمكن الحديث عنه؟ تفضل. طبعا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. زي ما تعرف أخوي عبد الله، أي نظام بيصدر في أهداف أو أسباب لصدور هذا النظام. نعم. وغالبا هذه الأسباب بتكون مذكورة في نفس النظام، ويمكن أنتوا تطرقتوا لها في تقريركم. بالنسبة لنظام الجرائم المعلوماتية مذكور هذا الشيء في المادة الثانية من النظام، اللي هو زي ما تفضلت الحد من وقوع الجرائم الإلكترونية والتعريف فيها والعقوبات الواردة أو التي تطبق على كل حالة حسب الحالة اللي احنا بنشهدها. جيد، خلينا نبدأ بالحالات الكبيرة اللي يشدد عليها النظام أيضا يعاقبها بأعلى مستوى من العقوبات أو يفرض عليها على مستوى من العقوبات. طبعا أعلى العقوبات اللي مذكورة في النظام اللي هي تقريبا في المادة السابعة اللي هي السجن يصل إلى 10 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال. هذه طبعا بتتكلم عن اللي هو إنشاء المواقع المنظمات الإرهابية وكل ما يخل بأمن البلد ومحاولة يعني زعزعة استقراره
وانت عارف اعداء النجاح كثير طبعا ولذلك حدد النظام يعني العقوبات حقيقه تتراوح ما بين سنه سجن و500 الف ريال غرامه او احدى هذه العقوبتين وتصل الى اعلى شيء اللي هو العشر سنوات سجن و5 ملايين ريال غرامه. هذه فيما يختص طبعا باستهداف الامن الوطني من خلال الممارسات او السلوكيات في مواقع التواصل الاجتماعي او غيرها من الوسائل التقنيه. نعم صحيح. نعم خلينا نروح لنوع ثاني من العقوبات، ولو تحدثنا عن ابرز العقوبات او السلوكيات اللي قد يعني يغلط او يخطئ فيها الفرد وايضا تجعله تحت طائله هذا النظام، تفضل. طبعا هذه مذكوره بشكل يعني جيد في الماده الثالثه من النظام اللي هو في الفقره الرابعه من الماده الثالثه، بتكلم عن المساس بالحياه الخاصه. نعم. باستخدام الهواتف النقاله وما في حكمها اللي هي مزوده بكاميرا. وطبعا يعني للاسف بنشوف استهتار كثير من قبل بعض الناس في هذه النقطه وعدم معرفه بجديه العقوبه او خطورتها. فيعتقد البعض احيانا ممكن شخص يكون في مثلا دخل في محل او في سوق او في اي مكان عام ولابس مثلا لبس غريب او اي شيء يعني وممكن شخص يصور وينزل الصوره في برنامج مثل تويتر. فبالتالي هنا ارتكب حاجتين، يعني مساس بالحياه الخاصه والتشهير، وهذه عقوب وهذه يعني كلها تخضع الى اللي هي عقوبه السجن لمده سنه و500 الف ريال غرامه واحدى هذه العقوبات طبعا اللي هي كما ذكرت تصوير ناس بدون اذن طبعا. نعم صحيح. منهم حتى صحيح. لو كان التصوير في نطاق ضيق الانتشار، يعني ما اتكلم على تويتر، اتكلم على واتساب مثلا ومجموعه خاصه اشخاص معينين تصوير وايضا نشر فيها يعتبر. نعم. ايضا في نفس الدرجه من نعم. ناحيه ايضا النظام تحدث عن هذه الجزئيه وذكر انه الشبكات سواء الشبكات العامه او الشبكات الخاصه. نعم. فبالتالي كل ما يتم نشره بالمخالفة سواء داخل شبكة عامة أو شبكة خاصة، لأن النظام ما فرق في هذه الجزئية سواء شبكات عامة أو خاصة. طبعا الشبكة العامة اللي هي الإنترنت وما في حكمه، والشبكات الخاصة ممكن تكون أي شبكة مصغرة داخلية، حتى الشبكات الداخلية يعني مش شرط تكون حتى على الإنترنت. طيب هذا إذا كان في مذموم. طيب إذا كان في محمود أيضا، أنه واحد صور شخص بدون إذنه ممتاز لكنه يقوم بعمل جيد، ايضا تدخل تحت طائله هذا النظام والمعاقبه فيها في حال والله الشخص ما حب حتى تنتشر مثل هذه المقاطع وهو حتى لو كان طالع بشكل جيد؟ نعم، بالنسبه لهذه الجزئيه النظام ذكر في فقره من فقراته اللي هو مبدا حسن النيه، فيعني حسن النيه موجود. نعم. لكن لابد من اثباته، هذا اول شيء. ثاني شيء طبعا في جهه حسب النظام اللي هي هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا الان النيابة العامة هي اللي تتولى التحقيق في هذه المواضيع، وبناء عليه يعني تكون تقديرية. نعم تكون تقديرية بناء طبعا على مبدأ حسن النية. طيب نعم حسب طبعا حسب نوع المخالفة، وفي حد أدنى للعقوبة وحد أعلى. خلينا نروح للي حاصل في السوشيال ميديا، يعني الناس. نعم. تتهاوش احيانا يصل الموضوع الى الإساءة الى القذف، هذه كلها تدخل ايضا ضمن الجرائم المعلوماتيه. عفوا ما سمعت الجزئيه الاخيره. في مواقع التواصل الاجتماعي يعني الكثير. نعم. من الاشتباكات طبعا المكتوبه واللفظيه. صحيح. ناس تسيء الى بعض، ناس تصل الى القذف، وتصل العديد ايضا من الاشكاليات. صحيح. كلها تدخل ضمن الجرائم المعلوماتيه. اكيد بالطبع هذه كلها تدخل في التشهير مثلا عندك يعني. نعم. لما تهاجم شخص على تويتر او تذكره بالاسم او تحط له صوره او مقطع فأنت كده شهرت فيه، وهذا والتشهير عقوبة ولا عقوبة إلا بنص. وبالتالي أي شخص يقوم بالتشهير بشخص أو بجهة، حتى مو شرط يعني شخص، أنت بتتكلم على الشخصية اعتبارية أو شخصية. نعم. طبيعية. طيب خليني طيب بسألك في جانب مهم، يعني البلاغ أيضا إذا كان من غير الطرفين، يعني كثير أيضا من المشاهير تلقاهم يسيئون لبعض والناس تشوف، واحيانا بعضهم يقول لك انهم يحبوا يعملوا اكشن كذا زياده متابعين وما الى ذلك، هذا يقدر الشخص لما يشوفه انه والله يقدم بلاغ، يعني بعيدا عن الطرفين اللي هم المعنيين طبعا بهذا التصادم. طبعا انت لو رجعت لل اللي هو اهداف النظام،
من ضمنها الحفاظ على الآداب العامة. نعم. يعني صيانة الآداب العامة والأخلاق والنظام. بالتالي أي خدش لهذه الأمور طبعا في جهة لتحريك الدعوة اللي هي النيابة العامة. بتتخذ الإجراءات في هذه الحالة، بتحيل الموضوع للتحقيق ويمشي بعد كده حسب كل واقع وظروفه. جيد. طيب لو تكلمنا عن العملية طبعا وآلية منذ البلاغ حتى المعاقبة كيف تكون؟ والله شخص تعرض لإساءة لتشهير في مواقع التواصل الاجتماعي وحب يأخذ حقه من خلال هذا النظام، نظام الجرائم المعلوماتية. طبعا هي تعتمد على حسب طبيعة المخالفة، لأنه زي ما ذكرنا سابقا أنه النظام يغطي عدة حالات، مش بس اللي هو التواصل الاجتماعي أو التطاول أو التشهير أو الإساءة للأشخاص، لأنه يدخل في أمور مثل إنشاء زي ما ذكرنا المواقع المنظمات الإرهابية. نعم. المواد الإباحية مثلا، ويدخل في موضوع طبعا التهكير والابتزاز. نعم. والحصول على المعلومات الشخصية، هذا يعتبر دخول غير مشروع ويعاقب عليه النظام، كلها تدخل طبعا ضمن الجرائم المعلوماتية. نعم صحيح. يعني مجرد ما يشعر الشخص انه والله تهكر حسابه لا يرجع، انما يروح للجهات المختصة. نعم يبحث صحيح. عن المتسبب. نعم لانه صحيح. يطبق على النظام. وبعض الناس يعتقد انه كونه يعني مثلا بيهاجم شخص او بيرتكب مخالفة من معرف بغير اسمه او باسم شخص ثاني انه هو كذا حيفلت من العقوبة. طبعا عندك حسب النظام هيئة الاتصالات ممكن تتدخل نعم. وتعمل تحقيقات وتساعد في اثناء التحقيق والمحاكمة. وضبطيا فعالة هذه الآلية، يعني من خلال تدخل هيئة الاتصالات تقنية المعلومات، من خلال اطلاعك على القضايا اللي حصلت انه بامكانه الوصول اليه. نعم وأمر صحيح. سهل، ما هو صعب الافلات منها. لا طبعا كل شيء، انت عارف احنا يعني في عصر التكنولوجيا وعصر نعم. التقنية الرقمية، وكل حاجة لها جهات ولها جهات رقابية وضوابط، وهيئة الاتصالات هي جهة يعني رقابية على هذه الامور. جيد. وعندها الصلاحية وعندها الإمكانية والقدرة والتكنولوجيا أن هي تجيب الشخص اللي متستر خلف اسم مزيف أو غير حقيقي. إذن أمر سهل في ضبطه، وأيضا يصعب عليه الإفلات منها بكل تأكيد. صحيح. شكرا. والجهات المختصة. نعم. والنيابة العامة وجهات. نعم. التحقيق كلها بتساعد في هذه الأمور. شكرا لك على هذه المعلومات، المحامي والمستشار القانوني إيهاب أبو ضريفة. الله يعطيك العافية. ايضا نتحدث عن ملف مهم جدا لوزارة الصحة، حصدت طبعا الصحة وللعام الثاني على التوالي جائزة كرييتيف فلور وعن حملتها التوعوية ضد التدخين بفيلم لحظاتك الجميلة تحترق. يذكر ان الصحة قد نالت 7 جوائز عالمية عن حملاتها التوعوية المختلفة خلال العامين الماضيين، حيث تعمل على تعزيز مستوى الصحة العامة لتصبح المملكة من ضمن الدول 20 الأكثر تقدما من خلال خفض معدلات السمنة ومكافحة التدخين ورفع نسبة الكشف المبكر للأمراض وإزالة الأمراض المعدية. للحديث أكثر عن هذه الجائزة وأيضا بقية الجوائز في ظل النشاط التوعوي لوزارة الصحة، ينضم إلينا من الرياض المهندس أنس الحميد مدير التوعية في وزارة الصحة. مهندس حياك الله. مهندس أنس تسمعني؟ طيب على بال ما يجهزون الشباب هذا الاتصال. يعني تحدث أن هذه الجائزة حققت الصحة من خلال فيلمها طبعا لحظاتك الجميلة تحترق، الفيلم التوعوي واللي طبعا استحق الجائزة بناء على الفكرة وأيضا طريقة الإخراج لهذا الفيلم. أنا ما نتعجبني على الصعيد الشخصي من ناحية الفكرة، أيضا التنفيذ بالنسبة له، وأيضا الرسالة الغير مباشرة، لأنه المدخنين يعني هم أكثر ناس يعرفون أنه التدخين مضر، فبالتالي مواجهته بالإعلانات المباشرة باعتقادي أنه حيقفل الإعلان ويتركه، فبالتالي العملية الإبداعية الدرامية داخل هذا الفيلم اللي تخلي أي مدخن يتشوق لمتابعته حتى الأخير، وبالتالي تصل الرسالة غير المباشرة بإذن الله أنها تسهم في أن يقلع المدخنين عن هذه الآفة طبعا المضرة جدا صحيا واقتصاديا. وإحنا نتحدث عن التدخين، أيضا تحدث هذا الفيلم عن جوانب جدا
اجتماعية مهمة بالنسبة للمدخنين وربما يفتقدونها طبعا. للحديث أكثر عن هذا الفيلم وهذه الجائزة ينضم من جديد المهندس أنس الحميد مدير التوعية في وزارة الصحة. مهندس مساء الخير وحياك الله في الراصد. حياك الله أخي عبد الله وشكرا للاستضافة. في البداية هذه الجائزة الحمد لله الجائزة السابعة عالميا في حملاتنا التوعوية خلال الفترة الماضية، ويمكن ركزنا في هذه الحملة وسبق نشرت يعني يمكن قبل يمكن حوالي 6 شهور حول الجانب الاجتماعي في التوعية عن التدخين. يمكن الكثير يعرف أن التدخين مضر وفي مشاكل صحية كثير، وبعض الدراسات أثبتت أنه أحياناً الرسالة التوعوية التي تتحدث عن ضرر التدخين بالتحديد يعني أصبح جدواها أقل. فحرصنا أنه نأخذ الجوانب اللي أكثر تأثيراً، يعني مهم أن تكون رسالتنا التوعوية مؤثرة، ما يكون فقط يعني هي أنه فقط سوينا فيلم، لا، إحنا هدفنا التأثير، هدفنا التغيير الجوانب الصحية للمجتمع للأفضل. جيد، ويمكن زي ما ذكرت يعني في المقدمة أنه أكثر واحد ممكن يعرف ضرر التدخين هو المدخن، ولكن الأهم أن تصل الرسالة بغير طبعا بشكل مباشر. إيش اللي ميز هذا الفيلم عن غيره تحديدا عشان يحصل على هذه الجائزة؟ طبعا يمكن أهم جانبين. أول شيء الأول أنه تكلمنا عن التدخين بطريقة مختلفة اللي هي عن الجانب الاجتماعي أكثر، وكيف أنه الشخص المدخن يكون القريبين منه أحياناً يتضايقون من الريحة أو ودهم أنهم يكونون أكثر قرباً له، لكن الريحة هذه أو رائحة التدخين تكون حاجز بينهم وبينه. نعم. هذا جانب. والجانب الآخر أيضاً تركيزنا على الجودة الفنية والإخراجية، يعني حرصنا أنها تكون بشكل مميز حتى أيضاً الشخص المتلقي يستمتع بمشاهدة فيلم توعوي، ما يكون الأفلام التوعوية هي يعني بجودة متدنية أو رسالة مباشرة، لا، أن أيضا يعني نخاطب ذائقة المتلقي ونرتقي فيها بشكل مميز. جيد، طيب خلينا نسأل أيضا عن الجوائز الأخرى اللي حققتها الصحة في مجال التوعية وأهم المنطلقات للوزارة أيضا في هذا الجانب. أهم المنطلقات نتكلم عن بقية الجوائز أيضا اللي حققتها الصحة وأيضا المنطلقات في جانب التوعية والاستراتيجية لإيجاد مثل هالمحتويات اللي تصل للتوعية حول طبعا تحسين الصحة. جميلة. طبعا يعني مثل الجوائز السابقة مثل دبي لينكس، جائزة الشارقة، جائزة رواد التسويق، جائزة كرييتيف فلور السنة الماضية وغيرها، في عدد من الحملات التوعوية السابقة مثل السكري والتدخين وغيرها، وأيضا جائزة وعي هذه يمكن أحد مبادرات الوزارة بشكل عام. يمكن وزارة الصحة يعني تتجه بشكل خلينا نقول مكثف على أنه يعني نريد أن نصل للمستفيد قبل أن يأتي للمستشفى، فالوقاية خير من العلاج مثل ما هو معروف. نعم. وهدفنا أنه الشخص يعيش حياة صحية سليمة خالية من الأمراض بمشيئة الله عز وجل باتباع نمط الحياة الصحي. وواحد الوسائل المهمة هي التوعية، والتوعية فيها جانبين، الجانب زيادة الوعي المعلوماتي، والجانب الأهم خلينا نقول قد يكون اللي نواجه فيه تحدي اللي هو تغيير السلوك. نعم. كيف نقنع المتلقي بتغيير سلوكه، إما بترك التدخين أو بممارسة الرياضة أو بأكل غذاء صحي، فهذا يحتاج إلى تكثيف التوعية وخلينا نقول تقديمها بأشكال متنوعة ومتعددة حتى يعني نأخذ اللي نرجوه منها اللي هو تغيير السلوك. طيب على مستوى الإنتاج رائع أمانة الفيلم، لكن على مستوى التسويق أيضا حتى يصل الفيلم للجميع، يمكن صار للفيلم 5 شهور منذ نشره على حساب وزارة الصحة، 48,000 متابع أيضا عدد المشاهدين. الخطة التسويقية يعني لو نستذكر الفيلم اللي كانوا مسوينه عن طبعا سويتوه في الصحة عن مرض السكر وكيف اجتاح بشكل كبير وتم تناقله حتى بالمستوى للمشاهدات، ماذا تعملون في إطار التسويق حتى تصل مثل هالإنتاج، يصل مثل هالإنتاج الرائع للناس بشكل أكبر؟ صحيح. طبعا يعني يمكن أنتجنا يمكن خلال السنتين الماضية قرابة يمكن 80 أو 90 فيلم توعوي أو فيديو من موشن جرافيك وأفلام، غير التصاميم اللي فاقت يمكن 200 وأصدرنا منها كتاب جرعة وعي.
يمكن في التسويق يعني احيانا نواجه تحديات انه في اشياء تنتشر انتشار كبير واحيانا ما نبذل فيها جهد، وفي اشياء اخرى يعني يمكن جهدها بسيط لكن او نتعب في جهدها تسويقيا لكن سل ما تصل للمطلوب. احنا دورنا انه كيف نعمل شراكات باكبر قدر ممكن سواء مع الجهات الاعلاميه ومنها يمكن يعني الاخباريه يكونون احد طبعا يعني المنابر اللي تنشر هذه التوعيه ايضا الاذاعات والقنوات. احنا مستعدين لتقديم يعني شراكات مع الجميع لنشر هذه المحتويات، وايضا من هالمنبر انا يعني انادي الجميع اي احد يرغب بمحتويات توعويه صحيه سواء داخل جهته او يرغب بتقديمها سواء معلم او شركه او اي احد سواء بتصاميم مفتوحه او محتوى، احنا مستعدين يعني لدينا مكتبه متكامله وان شاء الله في القريب العاجل راح نطلق منصه للتوعيه فيها جميع المحتويات التوعويه متاحه للجميع، لان هدفنا نشر الوعي الصحي بغض النظر من يقدمه. قبل انس انا شفت قبل فتره مهندس انس فيديو سواه مخرج اعتقد عن احد الامراض هنا القطب وكان شغل ابداعي يعني. كنت اتمنى ايضا انه يكون تحت مظله رسميه ترحبون بكل المبدعين اللي عندهم افكار اللي حابين يساهمون ينتجون، انه يكون تحت مظلتكم عشان نشوف هالابداعات ايضا في مثل هذه الرسائل اضافه الى جهدكم امانه الرائع في التوعيه. طبعا احنا اكثر من كذا، احنا نقدم جوائز للمبدعين. احنا جائزه وعي العام الماضي وقبل العام كانت جوائزها تفوق 1.5 مليون. نعم. والسنة هذه إن شاء الله بشكل أكبر ومكثف، وهدفها أن نقول للمبدعين في جميع أنحاء المملكة والخليج العربي قدم فيلم أو تصميم أو صورة في جائزة وعي ويحصل فيها على جوائز، وهذه المنتجات نستمرها في حسابات الوزارة في إعادة نشرها. يعطيكم ألف عافية، نتمنى أنه طبعا هذه الحملات تصل للجميع وأنه يستفيد منها الجميع حفاظا على صحته. المهندس أنس الحميد مدير التوعية في وزارة الصحة، شكرا جزيلا لك. طبعا اليوم كانت في فرحة أمانة كروية، المنتخب الشباب المنتخب السعودي تحت 19 عام توج اليوم الأحد بلقب كأس آسيا لكرة القدم للشباب للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك بعد فوزه 2-1 على كوريا الجنوبية في نهائي البطولة التي تستضيفها طبعا أندونيسيا. طبعا يذكر أيضا أنه تأهلت منتخبات السعودية كوريا الجنوبية وقطر واليابان إلى نهائيات كأس العالم تحت 20 عام اللي تستضيفها بولندا العام المقبل. يعني إحنا نتحدث أنهم جابونا بيض الله وجيههم بداية التأهل إلى مونديال الشباب، وأيضا كملوها بالسيادة وبإحضار كأس آسيا. مباراة كانت ممتعة، كل من شاهدها أكيد أنه تفاءل بهؤلاء الشباب بهذا المنتخب اللي إن شاء الله يا رب يكون مكتسب عظيم لنا في المستقبل لتحقيق إنجازات للمملكة العربية السعودية. خلصنا حلقة اليوم طبعا من الراصد، نلتقيكم غدا لكن أخليكم مع هذا الكليب. منتخبنا اليوم وخر عن طريقه، جاكم الاعصار ما شين يعيقه، منتخبنا اليوم وخر عن طريقه، هذا الاخضر اللي لعب جاهز وكاس الذهب، هذا الاخضر اللي لعب جاهز وكاس الذهب، هذا الاخضر اللي لعب جاهز وكاس الذهب، هذا الاخضر اللي لعب جاهز وكاس الذهب. اذكر الله وشوف وانسى الحذر والخوف، اذكر الله وشوف وانسى الحذر.